اسلم يا ابو غزة. امس انا قاعد اقول للشباب قصه منيف بن شمسان، هذا شاعر انجزل يوم اننا نسولف عن الخيل، صارت له قصه تقطع القلب، قصه سريعه بس ان كان زين تقطع قلب. هذا 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 الرجال كان يحب الخيل وكان عنده 80 من الخيل، 80 من الخيل مو 80 من الخيل، لا ينقال عنها 80 من الخيل، 80 من الخيل، ومن شده المعزه اهمل عياله واهمل زوجته واهمل بيته علشان الخيل. المهم اعز الخيل سماها وضحى، سماها وضحى، سماها على من؟ على بنته. سمى الخيل على بنته زين، وهات يا وضحى وتعالى يا وضحى روحي يا وضحى. قرصته عقرب وضحى بليله ظلمه وماتت. الخيل والبنت، الخيل، الخيل اللي ماتت لانه تقرص الخيل. ايه زين، ويبيع كل الحلال طابت نفسه بشكل لا يتصور، وعاف الخيل سبحان الله من عقب وضحى. شوف 80 من الخيل باعهن عشان وضحى زين، بعد ما باع كل الخيل صار يشتغل فيه، يشتغل بالغنم، ثم كتب قصيده يرثي فيها نفسه زين وحاله مع الخيل. وش قال ليتك حفظها؟ وش قال فيها؟ انا حافظه والبيتين. قال خروفي خروفي. دقيقة أم منيف بن شمسان ليش تجيني بن شمسان؟ والله العظيم بالله يكمل البيت طلب. لا والله حول، والله انك خربت بيتك، متأثرين بالمشاعر، عطنا البيت. يقول لك خروفي خروفي. تعال بندفنا. ليش؟ الرجل يبيكم هنا. انا بندفنا. انا ما خروفي خروفي. لابس بدلة صوفي. أكثر واحد متأثر بالمشاعر يقول لك ليتك حافظ القصيدة وخليتها خروفي خروفي. اسأل زمان، زمان قلت لك أول بيتين أعتذر.